السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتي سورة قناة اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا جدا. شقة 3 غرف نوم مساحة 130 متر على بعد خطوات من البحر والشارع الرئيسي والخدمات العامة وكنتاكي بسعر لقطة داخل القرية. شفنا بعض واجهة العمارة موجودة عندي هنا. ده المدخل. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض العرض. عندي هنا شقتنا اللي فيها العرض، بجوار منها عندي هنا شقة الجار. يبقى الدور عندي على شقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. اول حاجة بتقابلني هنا عندي ريسبشن كبير ما شاء الله، متقسم عندي تقسيم قطعتين ومتشطب كمان كويس جدا تشطيب. جبسون بورد الوان هاديه وديكورات مميزه جدا عندي هنا سي ان سي. على شمالنا هنا موجود عندي خلفيات ممتازه جدا من السيري دي، وقصادنا هنا موجود عندي عدد الكهرباء الخاص بالوحده بتاعتنا. ممتاز وجميل جدا جدا ما شاء الله. شغل عندي اكتر من رائع. فروت ريسبشن عندي هنا من زاوية تانية. على شمالنا هنا موجود عندي اول غرفة نوم. ممتازة وجميلة جدا جدا ما شاء الله، متشطبة كمان كويس جدا تشطيب. جبسون بورد الوان هادية وديكورات مميزة. وعندي هنا الاطلالة بتاعتها. بتطل عندي هنا على الشارع. قصاد منين هنا على طول موجود عندي مطبخ مقفول. مساحته كبيرة ما شاء الله ممتازة. وعلى شمالنا هنا موجود عندي طرق التوزيع بتدخلني على باقي غرف النوم والحمام. على يميننا موجود عندي الغرفة التانية. متشطبة كمان كويس جدا تشطيب. جبسون بورد الوان هادية وديكورات ممتازة ما شاء الله. وعندي هنا دي الاطلالة بتاعتها. بتطل عندنا هنا على ممر بين عمارتين. ممتاز وجميل جدا جدا ما شاء الله. على يميني هنا موجود عندي الحمام.
وبعد منه مباشرة موجود عندي هنا الغرفة الثالثة، تالت غرفة نوم متشطبة كمان كويس جدا، تشطيب جبسون بورد ألوان هادية وديكورات ممتازة. عندنا هنا برضو دي الإطلالة بتاعتها بتطلع عندي على ممر بين عمارتين. نطلع مع بعض نبص على البلكونة ونشوف رؤية الشارع. ما شاء الله عندي هنا تراس رائع وممتاز جدا، بلكونة كبيرة ممتازة. ما شاء الله شغل عندي مميز جدا. إطلالة الشارع بتطل عندي هنا على شارع عرضه 12 متر، على الامتداد ده موجود عندنا البحر، على نهاية الشارع موجود عندي البحر، الشقة تبعد عن البحر ب5 دقايق مشي تقريبا. إطلالة ممتازة وموقع يصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار العقاري. شغل جميل ومميز جدا جدا ما شاء الله. وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهارده من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة مميزة جدا جدا في الطابق التاني علوي، تاني طابق بعد الأرضي. العمارة عبارة عن 5 طوابق، السلم مريح جدا عندنا في الطلوع، موجود عندي حارس خاص للعقار، وشقتنا مسجلة في جمعية 6 أكتوبر للقوات المسلحة، وكملت العدادات كهرباء مميزة. احنا عارفين بنستلم اخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الاجمالية للشقة 130 متر، السعر 450 ألف جنيه كاش، السعر بالدولار 12 ألف دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.